صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حافظه الله مرسوم رقم 110 لسنة 2021 بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية جاء فيه يعين السفير الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية بلقب سفير فوق العادة مفوض